وعزف مع عبد الحليم وعزف مع أم كلثوم وكبار المغنيين والمغنيات. الناس اللي بيحافظوا على التراث الموسيقي في الفترة بتاعت الزمن الجميل. الأستاذ عادل بيكتب لنا النوت بتاعت الأغاني بتاعت عبد الحليم وبتاعت أم كلثوم ونجاة و و و و و الحقيقة يمكن عند حضرتك أكثر من 3000 نوتة مش كده ولا يعني داون أكثر من 3000 نوتة. ففي لجنة اسمها لجنة التراث ما عملتش قد اللي هو عمله. لجنة التراث دي وزارة الثقافة المفروض عندها حافظ يعني بتمولها. هو الراجل متطوع ويكتب النوت دي ويوزعها على اللي عايز يعني اي حد عايز نوتة هو لا يدخل عليه بهذه النوتة. فهو يعني راجل متطوع وراجل كريم وشرفنا النهارده. الله يخليك وهيسعدنا النهارده ان هو هيعزف لنا الاطلال وحاجات ثانيه الله يرضى وهيتكلم شويه عبد الكريم وذكرياته مع ام كلثوم وجميع الفنانين والفنانات. ولو لكم اسئله معينه تفضلوا استنوا. يعني بنرحب بالاستاذ عادل ينور الدنيا كلها بالاعلان وحبيبنا هش لان هو بصراحه هو اللي بيجمعنا الجامعه الحلوه الجميله دي. ومعانا الاستاذ تامر تامر عامر ملحن وراجل كويس وعايز يقول جميل. وانا بقى يعني انا عبد الله.